السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ما غادي نقول والو في هذا الفيديو، غادي نقول لك دير لايك، دير واحد التعليق، اللهم زيد وبارك، وغادي نخليك تشوف كيفاش المغرب دخل واحد المشروع ضخم مع الصين واللي غادي يكون لاول مره في افريقيا. فنخليكم مع التقرير كيف العاده، ما تنساوش اللايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. سوق السيارات الكهربائيه من اسرع الاسواق نموا في السنوات الاخيره. بالولايات المتحده مثلا حتى عام 2016 تم تسجيل 300 ألف سيارة كهربائية، وخلال 4 أعوام فقط هذا الرقم وصل إلى 1,100,000 سيارة، ما يعني أن كبرى شركات السيارات تتسابق إلى التحول نحو المركبات الكهربائية. لكن هذا التوجه يقابله تحد كبير يتمثل في بطاريات هذه السيارات. بلغة خبراء الاقتصاد يتعلق الأمر بأقوى سلعة ستتنافس عليها الدول مستقبلاً، حيث إن حوالي 300 مليار دولار تم استثمارها في بناء مصانع ضخمة للبطاريات في العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة. سباق عالمي تحتدم فيه المنافسة وتتصدر فيه الصين المشهد، وتبقى هذه الصناعة حكرا أو منحصرة بين أوروبا وأسيا وأمريكا الشمالية، حيث توجد أضخم المصانع المتخصصة في إنتاج البطاريات. لكن هذا الوضع سيتغير بعد توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب ومجموعة صينية أوروبية رائدة في قطاع إنتاج البطاريات. مصنع سيكون ضمن أكبر 13 مصنعا للبطاريات في العالم، وهذا يعني نقلة نوعية للمغرب في قطاع السيارات، مرحلة جديدة برهانات ومزايا اقتصادية وجيوسياسية. فلماذا اختارت الصين المغرب، وكيف ستستفيد المملكة من مشروع هو الأول من نوعه في إفريقيا، وكيف سيضع هذا المصنع المغرب في مصف الدول المنافسة في صناعة السيارات الكهربائية؟ اعتمادا على احتياطاته الوفيرة من الكوبالت والفوسفات، فضلا عن توفر مصادر إنتاج الطاقة الخضراء لديه، المغرب يعزز يوما بعد آخر توجهه نحو صناعة بطاريات السيارات الكهربائية التي تشهد منافسة عالمية. المملكة المغربية تراهن على أن تصل طاقتها الإنتاجية في قطاع السيارات الكهربائية 120 ألف سيارة خلال 3 سنوات، بينما تتراوح قدرتها الإنتاجية الحالية بين 40 إلى 50 ألف سيارة سنوياً. تصنيع البطاريات الكهربائية سيمكن المغرب من احتلال مكانة مهمة في مجال إنتاج السيارات الكهربائية ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق السيارات العالمي، خاصة الأوروبي الذي يستقبل 90% من الصادرات المغربية. القرب الجغرافي للمغرب من أوروبا والتجربة المهمة التي راكمها في سوق السيارات واليد العاملة الماهرة عوامل ضمن أخرى تؤهل المملكة للريادة القارية في هذا المجال، سعياً إلى أن يصبح قبلة لكبريات شركات السيارات الكهربائية العالمية. يدعم ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب مجال التكنولوجيا والتي تتضمن صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، تماشياً مع التوجه العالمي لتحقيق الحياد الكربوني والتحول نحو الطاقات النظيفة. إذن معالم مشروع مصنع ضخم هو الأول من نوعه في إفريقيا ترتسم من خلال هذه الاتفاقية الصينية المغربية أو بين المجموعة الصينية الأوروبية غوشن آيتك الرائدة في قطاع الحركية الكهربائية. تعتزم هذه المنظومة إرساء منظومة صناعة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومنظومات تخزين الطاقة بالمغرب. الصين أستاذ يوسف التي تتحكم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية حول العالم بصفة مباشرة أو غير مباشرة تختار اليوم المغرب، ماذا يعني هذا التعاون، هذا الاتفاق، وما هي أبعاده؟ يعني الصين دولة تبحث عن مصالحها بشكل براغماتي، رأت أن المملكة المغربية في العقد الأخير قامت بنقلة نوعية وتجارب تنموية من خلال وجود منظومة تعليم تتكامل مع منظومة الصناعة وكذلك الجامعات ومراكز الأبحاث، مما أدى لوجود عمالة ماهرة. كذلك التركيبة السكانية للمغرب بأن معظم السكان أكثر من نصف السكان في سن العمل، وكذا أن صناعة السيارات وتصدير السيارات من المملكة المغربية في ازدياد مطرد. الصادرات المغربية الآن تجاوزت 700 ألف سيارة سنوياً،
يعني معدل صادرات تجاوز 10.6 مليار دولار. الأمر الآخر أن هناك تقنية جديدة تكنولوجي يعني لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بدلا من يعني البطاريات التقليدية ما بين الكوبالت والنيكل. هناك تكنولوجي ما بين يعني الحديد والمنجنيز والليثيوم وكذلك الفوسفات. المملكة المغربية تنتج ولديها أكثر من 70% من احتياط الفوسفات عالميا. فهذا الذي دفع الصين للتعاون مع المملكة المغربية للخبرات الكثيرة التي تراكمت، خطط التنمية، يعني وجود يعني منظومات متكاملة ما بين يعني من يقود عملية التنمية الحكومة وكذلك الجامعات ومراكز الأبحاث. الأمر المهم حقيقة أن التقنية الجديدة من البطاريات التي ستقوم يعني ستحل محل البطاريات القديمة. البطاريات القديمة لديها كفاءة محدودة، والشحنة من البطاريات تتراوح ما بين يعني 300 ل 600 أو 700 كيلو متر على أكثر تقدير. البطاريات الحديثة التي تعتمد على الليثيوم مع الحديد والمنجنيز بالإضافة إلى الفوسفات تشحن سيارات الكهربائية إلى أكثر من 1000 كيلو متر. وكذلك هناك تكنولوجي بأن يتم شحن هذه البطارية قرابة 30 دقيقة أو على أسوأ الظروف في أقل من ساعة. فكل هذه الأمور تجعل المزايا النسبية للمغرب مشجعة للغاية، مما أدى لأن الصين وهي دولة يعني لها يعني مشهود لها حقيقة بالكفاءة في مسألة الاستثمار بأن تتجه إلى المملكة المغربية، والمصنع المزمع يعني إنشاؤه خلال السنوات القليلة القادمة ب 100 جيجا وات، وهو ما يمثل أكثر من 15% من الطاقة لإنتاج السيارات لإنتاج البطاريات السيارات الكهربية في العالم كله، وأكبر من طاقة الولايات المتحدة الأمريكية أجمع. نعم نعم. طيب أتحول إليك أستاذ ساري، أهلا وسهلا بك. إذن إضافة إلى أبعاد هذا الاتفاق الصينية المغربية التي ذكرها الأستاذ يوسف، السيارات الكهربائية اليوم تشكل توجها عالميا. البرلمان الأوروبي تبنى العام الماضي تشريعا يمنع بيع كل السيارات التقليدية الجديدة اعتبارا من 2035، ما يعني أن الطلب على البطاريات سيكون كبيرا في العالم. في هذا الأفق الزمني 2035، ما الذي ينتظر أو ينتظر أن يحققه المغرب على صعيد الصناعة الكهربائية للسيارات؟ مساء الخير أستاذة أسماء، ومساء الخير لضيفك الكريم. أظن بأننا يعني التطرق للسياق الدولي أصبح ضرورة اليوم، لأنه يعني الحديث اليوم عن يعني الآفاق الواعدة بالنسبة للمغرب. نذكر كما قلت بأنه اليوم الاتحاد الأوروبي أنه في أفق 2035 يجب أن يعتمد على سيارات كهربائية عوض السيارات التي تعتمد على الطاقات الأحفورية. كذلك لا ننسى بأنه وكالة الحماية البيئة الأمريكية يعني أنها أصدرت مجموعة من القوانين سميت بأنه صادمة أو صارمة، لأنه في أفق 2032 يعني سوف تصبح يعني أكثر من 66% من السيارات تعتمد على الكهرباء، يعني أنه سيارات كهربائية. لا ننسى بأنه السوق اليوم الأمريكية سوق واعدة، لأنه اليوم عدد السيارات التي يعني تتنقل في الولايات المتحدة الأمريكية والمركبات يعني نتحدث عن أكثر من 250 مليون سيارة. شركة غوشن التي دخلت اليوم من أجل الاستثمار في المغرب لاحظنا بأنها كانت واضحة في طلبها، يعني قالت بأنه الهدف من إنشاء هذا المصنع للبطاريات هو غزو الأسواق الأمريكية، وكذلك سوف تكون لها يعني حصة من السوق الأوروبية. لا ننسى وهذا يجب التأكيد عليه بأنه اليوم إذا كنا نقول بأنه في يعني في صناعة السيارات الكهربائية كانت بشكل كبير مقاولة تيسلا الأمريكية هي التي تتصدر المشهد بشكل كبير، ولكن اليوم لاحظنا بأنه العملاقة بي واي دي الصينية يعني أصبحت اليوم تحتل الصدارة. اليوم أظن بأنه
يعني الصين فهمت الدرس بشكل كبير، بأنه إذا كانت تريد أن تنافس على المستوى العالمي، إذا كانت تريد أن تغزو مجموعة من الأسواق على المستوى العالمي، فأظن بأنه العنوان الصريح هو المغرب من أجل الاستثمار فيه. لماذا؟ لأنه اليوم المغرب يعني عندما نتحدث عن مجال صناعة البطاريات، لاحظنا بأنه هناك صناعة بطاريات محلية بأيدي مغربية، نلاحظ أنه هناك يعني مجهود كبير لمجموعة من المختبرات. لا ننسى بأنه بالإضافة إلى الاعتماد على الفوسفات وهو يعني بطاريات جديدة يعني المغرب من ابتدعها، نلاحظ بأنه حتى عندما نتحدث عن البطاريات المستخلصة من الكوبالت، المغرب يعني ولله الحمد يتمتع بهذه الميزة، وأنه يعني يتوفر على كوبالت من نوع الجيد والمهم نعم. والممتاز جدا. إذا نعم. اليوم إذا نعم تفضل تفضل يعني اليوم إذا كنا يعني إذا كانت هناك رغبة للصين من أجل الاستثمار في هذا المجال، فلم يأتي من فراغ، لأنه اليوم الأرضية هي أرضية يعني يعني تشجع بشكل كبير وكبير جدا على الاستثمار في هذا المجال. ويعني شخصيا أطمح لأن يعني تدخل مجموعة من المقاولات الصينية كما أشرت العملاقة بوايدي، أتمنى أن تدخل إلى المغرب من أجل الاستثمار، كما أنه لا ننسى بأنه مجموعة من المقاولات سواء الألمانية أو كذلك يعني الأمريكية، هناك مجموعة من المقاولات التي تعاني من هذا المشكل، وأنه ليس يعني لا يتوفرون على يعني البطاريات بشكل كبير، ليس نعم. لهم استثمارات في المجال البطاريات. لا ننسى، وهذا يجب التأكيد عليه، ربما يعني كتوقع شخصي ربما نشهد يعني دخول حتى مجموعة من المقاولات العملاقة الأمريكية إلى المغرب. لماذا؟ لأنه لعاملين. العامل الأول هو أنه مجموعة من المقاولات الأمريكية التي تعمل في هذا المجال لا تتوفر على المواد الخام من أجل يعني استخلاص أو من أجل إنتاج البطاريات الكهربائية. ثانيا، وأظن بأنه هذا مشكل هيكلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أنها لم تستثمر في مجال التكنولوجيا من أجل خلق أو من أجل يعني صنع وإنتاج البطاريات. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، خليوا لي الرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.